1 مليون Palestinians. شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم انطلاق مهرجان الفيلم الفلسطيني للدول الإسكندنافية، بدءا من العاصمة ستوكهولم مرورا بمدينة مالمو وتوبوري جنوب السويد، حيث سيتم عرض عدد من الأفلام التي تسلط الضوء على الهوية الفلسطينية وواقعها وتتناول حياة الناس اليومية في مواجهة الاستيطان لا سيما العدوان وحصار غزة. المهرجان هو أهدافه أنه هو ربط الثقافة السويدية مع الثقافة الفلسطينية وتعزيز الروابط التضامن مع الشعب السويدي مع الشعب الفلسطيني وكمان تثقيفهم بالقضية الفلسطينية. هذا المهرجان أحد مشاريع شركة سيرت فيلمز أب برعاية سفارة دولة فلسطين في ستوكهولم بالتعاون مع كل من فيلم سنتروم واتحاد المرأة الفلسطينية وهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني وسينما زيت الشعبية وبيت التضامن ومشروع باسل زايد للموسيقى. من المهم أن يطلع المجتمع السويدي والمجتمع الإسكندنافي، لأن المهرجان سيغطي المنطقة الإسكندنافية كلها، على تاريخ قضيتنا، على معاناة شعبنا، على خروقات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي. خاصة في هذا الوقت يوجد في السويد جالية فلسطينية كبيرة ويوجد جالية عربية كبيرة، ونحن بحاجة لعناصر مساعدة للتعريف بقضيتنا. ريع المهرجان سوف يذهب إلى العائلات الفلسطينية في غزة ولصانعي الأفلام الشباب من خلال مشروع خاص تابع لسيرت فيلم وورز فيلمز. الحقيقة المهرجان هذا كمان ريع المهرجان هو لمساعدة المخرجين الشبيبة في غزة حتى يقدروا يوثقوا الأفلام اللي ناويين يعملوها حول ما حصل وما يحصل الآن في غزة. مهرجان الفيلم الفلسطيني سعى جاهداً إلى تعزيز هوية الفلسطينيين السويديين لتمكينهم من التواصل مع ثقافاتهم بغية خلق أساس متين لهويتهم التي ستمكنهم من عملية الاندماج. علي طالب لتلفزيون فلسطين، مدينة ستوكهولم السويدية.